الكونيكسيون نو تمشي مريقلة ما تسكرش في التلفزة والتليفون تسكر مش شارج. يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين بيه شنو شريت الجديد يا نو شريت تليفون جديد عندي تليفونات عندي سامسونج هذا جي 5 وعندي الاسانك وعندي بلاك بيري. يا حنين يا حنين يا حنين قال له زب وقال له عصب قال له نم نزيد في الصوت شوية. كان عندي حب كبير نعيش حياتي ونطير وننسى هموم الدنيا. هاي اعطيونا شوية بوحميد دخل اجدق ايه اجدق من بعدك عندي كعبات بيرة نكملهم ونمشي بكربة فيسة نجيب كعبات بيرة ونرجع نحل اجدق. يا حنين يا اجدق يا حنين يا حنين يا حنين شو تصرمك برك بيبلي برنايك هذاك عملت الفضح يا زبي يا 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 ملا انت برجولي ملا انت جبت الصيد من وزنه طو هكا انت باش تاثر فيا انا. يا حزب يا هو يعرفوا الجماعه كلهم يعرفوا هو قاعدين يتبعوا يعرفوا يا حنين يا حنين يا حنين نرجع مع رمزي رمزي الذويبي يا ميبون يا رمزي الذويبي هو رمزي الذويبي ريتوه هاو الولان هذاك واحد ميبون والجعب متاعه قاعد ياكل فيه اون بليس شاهي ويتكس ويحب على طياره في حاله تعطب في حاله سقوط مع الجاذبيه متاعك الجعبه متاعه هذاك العلب فهمت. يا حنين يا حنين ملا رمزي متاع زبي قدكس ميبون رمزي برجولي اكبر ميبون هو رمزي ما نقولنا نقص من الوبنة يا رمزي نقص من الوبنة يا زب ما يخصص باكوية ورقة الزب باش نيك نتشق بها مخي تضحك يا رمزي الزب قاعد نفرك لك فيهم ها قلتي بالله برب شنيك عصبة جبت الصير من وزنه وانت توك حكيت معايا هك بقدي عندك ما روحتش لتونس عندي 5 شهور ان شاء الله في الشتاء اخوي من القحبة متاع نمي ذا يعجبك شي زاد يشوفني نضحك معاه رمزي زبي سي الجعبة متاعو يتحلك هاي نجيب كعبة بيرة من فوق يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين لحظة بس حطوا قلوب وجامات وكل شيء ما تنسوش حتى شيء برجو اوكي هاي نزلوا 3 كعبات بيرة كم نشربوهم نهز المفتاح تاع الكهرباء نهز الكارت كريتي فوالا عندنا الكارت تاع الطران نحبوا نمشيو بها عندنا الكارت تاع البيس نجمو نمشيو بها وعندنا كارت نجدو بها البيره عندنا التوتي تي تاعنا وعندنا ورق الكهرباء في الكهرباء موجودين المهم الاجواء بتاعنا باهيه الزب يبكي طبعا هاي 3 كعبات بيره نكملهم نمشي ليلي يا حنين على ليلي يا بابا عليك بيديك تونس الزب
علاش نكتم ستوس ما تنكتش انت هو تنكت الزب انت هو الجامعة بتاعك تفلق نورمال تسكن نورمال تسوق و تشارب نورمال صاحبي نورمال معايني نورمال ما عنديش حتى مشكلة ان البوليسي ما وقفونيش عندي بورشة اموري واضحة ما وقفونيش الا في تونسي يوقفوني على الرشوة كهو يا علوش مز يا حنين انت قال له يا علوش انت هو ولا شيء وتكس برجليك قال له علوش شو البيرة بتاعنا كيفاه منظمة ياسر شوف تصويرة هكا هذه جيبيلير هكا بيان فريك يا بابا عليها يا بابا عليها طلعت بيان فريك عبد البيرة يا حنين انت يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين بربي يهديك يهدين ويهديك اخوي شو هذي سب في الام برا بشي نعم بوك بوالديك كلب انا قلت لك معاش سب الام لازنوس انت عمي جيبيرال الحب اي اخوي جيبيلير هي الحب اخوي الحب الكبير هذا والله ما يخزوز باكويت ورقة زب نيكوه مع بعضنا ويبقى ورقة زب يا 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 ما لقوا حب زب وليناش نتقوا حبو تو علوش مز يا حنين انتي مش علوش انتي نعزة يا حنين يا النعزة يعطيك عصبة احمد عليش يعطيني عصبة يا حنين انتي مدام العصبة قاعدة تدور لك في الذهن بتاعك فهمتني ظهر لي شيء لظهرك ظهرك يا حنين قريب البروكسيل ايا نمشيو نيكو جلو بلاي ستيشن فور لولين ايج اخويا نيك عصب له حقا نحطو المانيت تشارجر زي زبق العصب قلت الترمومتر زبق شم في ريحه الشانيل والله عندي ريحه الشانيل زبق في التريب ايش قولكم برجولي في الشانيل تعجبكم نيكا تريح بلاي من بعد كيف الزب يبكي ما عادش فاهم يا حنين يا حنين عندي كابل اخر الزب ما نعرفش عليه وينو الزب يكون وضع الزب بالضاع معناها موجوده وما نعرفش عليه شيء هو تاكس شيء وتكس انت عزب من القحبة بتاع عزب شكون شيء وتكس عزب علوش في زبي علوش او زبي ونجي نقيس لك الجعبة بتاعك حب نقيس لك يا حنين انت بالك بروح بالجعبة بتاعك عندك علب ياكل فيه غادي ولا يا حنين تريش نجربوا الرمزي تريح ننفخوا له شوي يا حنين يا حنين ترك الدقات يا حنين طلعت لك السخانة برجولي لازم نقيسوا لك بالقديه بالترمومتر نجيب اللونات بتاعنا الكبيرة الجعبة بتاعك شوف نلقوه لك على قاعدة يا حنين انت يا حنين كبش هاي يا جماعة برسمكم الغالي برسم ميمتكم اللي تعز عليكم ماني نحبكم انا وديما نعملوا جو مع بعضنا وديما نحلوا فيديو بالليل 128 واحد برسمكم الغالي برسمكم الغالي برسمكم الغالي
ما عندكمش ما عندكمش شنو معنا حتى شيء خاسرين، حط كل واحد لايك، معنا كل واحد يحط لايك، فهمتوني؟ خلنا نعمل جو يعني من بعد هيك باهي. يا حنين يا طري مالك؟ ها ها شوف شكون هالمدسة باهي. باهي رمزي، يا رمزي شنو هو يا رمزي توا؟ شي هو التاكس وليت انت؟ ها؟ شبيك حتى نرفز وكذا؟ باهي يا برشي الجو صرمك احمد، والله العظيم وقسما بالله العظيم يا احمد كان تشوف الجعيبه نتاعك كيفاش قاعده تاكل فيك الا متسلم فيها. عندك جاذبيه انت، عندك الجعبه نتاعك عنده جاذبيه، تحب تلوج على طياره في حاله عطب، فهمتني؟ في حاله سقوط في الانتجاه الجعبه نتاعك، خليت نحيلك الماكله في العلبه نتاعك يا حنين. هاي يا جماعه برحمه والديكم كلكم كلكم كلكم، حطوا قلوب، حطوا لايك، حطوا سمايل، خليكم تشاركوا على قاعده. باهي نحط لك العصبه، هو بلوك راهو نايك يعطيك عصبه، برمشي حطها في السرمك يا حمدي. باهي عصام زيد زبي، علوش موز، شنو العلوش؟ شنو العلوش؟ ها شنو العلوش؟ شنو حكيت العلوش؟ ها هي طري انت شنو حكيت العلوش؟ فهمنا برك شنو يا برني يا طري من لقحة بدنا قالوا زب وقالوا عصب قالوا ترمومتر. تو هذا حديث يقولوا العباد بالله يا ناس. نعم بوزينكم والله نحبكم الكل، والله العظيم نحبكم الكل. خلنا نعملوا جو وخلنا بالرسمي معناها نكونوا في طريق واحد، طريق مفتوح مع الجو نتاعنا مع لوي وكا، طريقنا مفتوح ان شاء الله ديما. اطلب حاجتي بيك حمدي، ما عندكش وعده خضره باش مش نكلمك منها يا حنين انت، ما عندكش كل الحكايه هذيك. بدور لنا سيجارو، ها تندور اخويا جست نمشي نجيب بيره نكمل نشرب هذوما ونجيب بيره وندور. بيقولوا زي بيقولوا ترمومتر وتوا هذا كلام يا حنين، مش كلام بقولوا والله له كلام، كان جاي كلام راهو قالوه ناس قبل. يا رم يا رم يا رم بيس كدرت طريق. هي اخويا ان شاء الله ونحطوا سقينا نلقاو بيبان مفتوحه اخويا قدامنا. اي وقت ايش منيك تربتك؟ يا 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 يملا انت يا محمد سقى برجولي انت شاي وتنقز، والله شاي وتنقز انت، مش شاي وتكس، شاي وتنقز، تحب على جناح خطيفة يا حنين، على جناح خطيفة ياسين يا حنين وينك صاحبوش عزيز مازلت؟ اي برجولي التفاصيل، عن التفاصيل راه باش نحكي في التفاصيل. عندك القحبه هذيك برجولي اسمها هي، والله نسيت ذكم اسمها القحبه هذيك في دبي، فهمتوني؟ قاعده تسب في رجال توا في اوروبا وكذا، ما يعرفوش الرجال هذوك كان يشدوها لما يترموها في الزعكه نتاعها، عندها زعكه هكا والله زعكه هكا عندها تحلها تنيك تدخل فيها الكل يا حنين يا حنين. هذيك برجولية تعلمت الحسد والبغض والكروهية وكل شيء مع بعضهم، تعلمتهم على خاطر هي قحبة قحبة ومنيكة فهمتني، وجيعانة في كرشها، والله جيعانة في كرشها الطفلة هذيك فهمتني. أنا عندي معلومات كيفاش البنات يخرجوا لدبي وكذا فهمتني، كلهم قحاب أخويا. أنا تفرجت في موضوع بتاع سامي الفهري، اي طفله تمشي لدبي قحبه عندي انا باهي، هذاك هو الحديث. باهي حنين يا هورس وانت فرصه برجوليه، كان انا هورس انت فرصه. نبدل لكم على الاغنيه تاع زيت بيلي بي. قال له زب وقال له ترمومتر انا عندي نمي من القحبه تاع زيت بيلي، جيبوا الصيد من وضنيهم كعملوك. حمودة حمودة الأزهر يا منيك، يا حمودة الأزهر قدكش وليد منيك على الأخر، شوف شوف روحك هنا يا زب، ملا بغض الزبي ملا بغض عندك وكروهية بالله، شوفوه شوفوه هاو
بغض وكروهية واحد وكل شيء. الزب ما يتمنش الخير هذا يا حمودة. يا حمودة نشدك نطفلك قزعك نتاعك هذيك نطفلها لك يا حنين. صحة صديقي كمال وينك صحبوش؟ أحمد اطلبني أبو حميد. هاي أخوي هاي يا جماعة برسمكم الغالي برسمكم الغالي برسمكم الغالي برسمكم الغالي. حطوا لي قلوب حطوا لي جامات حطوا لي سمايل قلوبه مع بعض. خويا مرحبا بيك حمودة. خويا سافار لبس عليكم. شنحوالك لبس عليك؟ الحمد لله. شنو هي الطقوس عندكم؟ والله الطقوس باهية برشا خويا هاك قاعد تتبع. عندنا واحد اسمه هاي. حمودة لازر فهمتني شيء ويتكس يحب على طياره في حاله عطل في حاله سقوط هذه بي ذاك الجعبه نتاعو تهريه له عنده يحب اجنح طياره. اسمع هذا يحب اجنح طياره